الكبيرة نجم اللبناني والعربي وائل جسار. صار معنا مباشرة على هوا الأولى راديو الرابعة بالإمارات. يسعدنا مساك وائل جسار. يسعد لي مساك ومسا كل الناس عم يسمعونا. دايما جديدك أول بأول على راديو الرابعة، دايما توب 1 على راديو الرابعة، دايما مكسر الأرض. واليوم بعتقد انك رح تكون يعني تستاهل نجم العام، تستاهل افضل اغنيه، تستاهل افضل البوم عن قبل، يعني تستاهل كل الجوائز اليوم. حتى لنا شو جاي تاخذ؟ هلا بتشوفوا شو هي الجائزه، انا بعد ما عرفت. سربرايز. سربرايز. بقى بدي اشكر كل الناس اللي صوتوا لي لاني حصلت على الجائزه، وهيدا لو ما هني دعموني بمحبتهم انا ما وصلت لهون، ما وصلت لاني اخذ جائزة. وبشكر كل القيمين على هالمهرجان، وان شاء الله الله يقدرني ودائما اقدم الافضل. شو هالالبوم عمر الذكريات وشو هالو بتساليني الهت اللي انكسر الارض نمبر 1 وين ما كان. الحمد لله. الجديد هلا شو وعدنا؟ الجديد ان الله راد استقالة حبي اغنية لبنانية، ان شاء الله اكيد تعجب الناس، هي من كلمات وألحان محمود عيد وانتاج عربي كبير. اكيد يلا اخر كلمة ولراديو الرابعة اللي بسموك على راديو الرابعة بالإمارات. ولكل اللي بيحبوني خصوصا على راديو الرابعة انتظروا كل أعمالي الجديدة وأنا بحبكم كثير. شكرا جزيلا. راديو الرابعة. اسمعنا وبس.